طبعا يا جماعة اليومين دول الجو حر، الناس كلها بتشتكي من الحشرات. نظافة كلابها ونعمل ايه وننظف الكلاب ازاي؟ ومفيش حاجة نافعة ومفيش حاجة محوقة. بصوا يا جماعة، نظافة المكان، وانا مش بعلن طبعا عن المنتج، بس ده انضف حاجة انا لقيتها بعد عذاب السنين. اي حشرات، اي حشرات تتخيلها او ما تتخيلهاش، البتاع ده بيقضي عليها. طبعا هيريحك، انت ممكن تخف وتحمي بالكلاب، بس طبعا يعني مش عايزة عشوائية، عايزة كل حد فاهم. وايا كانت الكمية اللي انت هتحطها، مش هقولك انها هتضر الكلب او مش هتضره، انت بتربي انت عارف تعمل ايه. بس انا عن نفسي لو انت سألتيني انا بعمل ايه، انا عامل المكان وحمية الكلاب بتاعتي اهو. ده اكتر كور، ده موجود هنا على طول. بجيب الكلب بتاعي احطه في قلب منه، اشطفه، اخده اطلعه بره، اغسله في الخرطوم. بعدها مفيش بالظبط يعني 50 ثانية لحد اقصى دقيقة انكترت. وده طبعا هيخلي دايما كلابك نظيف ودايما مكانك نظيف. الرش طبعا والنظافة، نظافة ثم النظافة ثم النظافة. والناس المبسوطة طبعا اللي ممكن يكون معاها فلوس وعايزة تنظف كلابها أحسن من كده وبطريقة أسهل من كده بكتير، في علاج فعال جدا 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 اسمه بريفيكتو. ده عبارة عن قرص بيتاخد، القرص ممكن تقسمه على جزئين، على 3 أجزاء، على 4، زي ما تحب. والكلب بياكله مستساغ، هيريحك متوسط 6 شهور. بس القرص بيعمل متوسط 350 جنيه. جوليا، جوجو. طبعا يا جماعة اليومين دول الجو حر،